بداية في هذا المساء كانت هناك انذار. الرئاسة تسجل اول انطلاقات هذه الامسية المميزة باحرازها الكأس الاولى الخاصة بالابكار المفتوح. ننطلق مع الشوط الثاني، نبدأ مع الانطلاق الثاني مع الشعار المتميز، هو شعار الشداد، شعار القوة والتحدي والإثارة. الشداد الذهبي ينطلق في هذه المشاركة المتميزة التي تعلن تواجد هذه الأسماء لمسار 5 كيلومترات. صراع بالفعل بين هذه الشعارات وهذه الأسماء المتميزة، وهنا المضمرون المتميزون الذين يشاركون في تقديم أنجح مواسم السباقات هنا للهجن العربية الأصيلة. أذهب إلى المقدمة، أذهب بالصدارة ونبدأ مع عد المشاركين، عد المتنافسين في هذا الشوط المميز. شهبار يبدأ بالصدارة لهجن العاصفة مع قيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير الذي يطلق العنان لهذه الانطلاقة الأولى. مستحيل في المركز الثاني في هذا التنافس الثنائي على مقدمة هذا الشوط لهجن الرئاسة مع راشد بن محمد بالسم المنصوري في منافسة ثنائية مبكرة في هذا الشوط. بينما المركز الثالث تدخل من ما يخاف في المركز الثالث لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مع محمد بن عبيد بالدبيله الفلاسي. المركز الرابع تعود هنا العاصفة مع الطايش في المركز الرابع وقيادة حمد بن راشد بن غدير، وهنا سرمد يدخل إلى دائرة النداء في هذه الانطلاقة القوية هنا مع هجن الرئاسة والمستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري في هذا التنافس الثنائي على أرضية هذا الميدان. ما شاء الله بدأنا هنا، سنتعرف على من هو بطل هذا الشوط، بطل الشداد، بطل التحدي. بعد أن انقسمت هنا المنافسة في المقدمة والصدارة والمستحيل، هو الذي يعلن هنا لا مستحيل في المنافسة والتحدي والإثارة. مستحيل الهجن الرئاسة وراشد بن محمد بالسم المنصوري يصل مع منتصف المسافة، يبدأ الآن بالدخول إلى المعمعة الكبيرة في انطلاقة هذا الشوط. بينما المركز الثاني شهبار في المركز الثاني بشعار هجن العاصفة وقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير يعد الأمتار. شهبار هنا المركز الثالث، وصل سرمد هنا لينطلق للمركز الثاني، ليحتل المركز الثاني أيضا لهجن الرئاسة وراشد بن محمد بالسم المنصوري. بدأ الآن في المقدمة المستحيل في المركز الأول والسرمد في المركز الثاني. تدخل قادم من الطايش، وصل في المركز الثالث الطايش لهجن العاصفة وأيضا الواثق حمد بن راشد بن غدير يقدم هذا الطايش في هذا الشوط. المركز الرابع عودة إلى كفو في المركز الرابع لهجن العاصفة وحمد بن راشد بن غدير. ما شاء الله واثق المضمرين مع الطايش ومع كفو في هذه المنافسة، والمستحيل مع المستحيل وكذلك سرمد في صراع ثنائي بين الأسماء المتميزة المستحيل والواثق في هذا التحدي وهذا التنافس. بينما المركز الخامس نعود مع وجود دسمان في خامس المراكز مع حمد بن راشد بن غدير وشعار العاصفة في المنافسة المتميزة. هذه الأسماء، هنا نحن نقترب، هنا نصل مشاهدينا متابعينا الكرام من يتابعنا في هذا النقل الحي والمباشر والمتابعة المباشرة لهذا الشوط، شوط الرمز الثاني، شوط رمز الشداد في تحدي هذه الجعدان، حيث بدأ الآن يقترب الجميع من هذه اللحظة، يقترب من التحدي، تقترب المنافسة أكثر وأكثر. سرمد ومستحيل بشعار الرئاسة الأحمر الخطر في هذه اللحظة إلى المقدمة والبداية الأولى في هذا التنافس المثير والاندفاع القوي. المركز الثالث كفو يصل في المركز الثالث، يثبت الكفاءة في هذا الانطلاق القوي والتحدي المثير. كفو له
السجن العاصفة والواثق حمد بن راشد بن غدير أيضا يواصل تقديم هذه الأسماء المتميزة الطايش على المركز الرابع مع هذا التحدي والهجن العاصفة وأيضا الواثق حمد بن راشد بن غدير. الله 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 المنافسة في أمتارها الأخيرة. الله سرمد متصدر، سرمد هو الذي ينطلق في هذه اللحظة إلى هذا الموقع القادم، إلى هذا المكان القادم في هذه اللحظات الخمسمائة متر الأخيرة التي تبدأ. وسرمد متصدر، سرمد الرئاسة، سرمد الأحمر، سرمد الخطر في المقدمة على مقدمة هذا الشوط. والمستحيل هنا يلحق بسرمد في هذا المركز في هذه البداية هنا ليحقق هذا الانتصار الثاني من خلال هذه اللحظة المستمرة. نرفع هنا من لحظات النهاية التهاني والناموس إلى المقام السامي لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإلى هذا الشعار المتميز شعار الرئاسة في تقديم هذا السرمد المتميز بطل الشداد. المركز الثاني كفو لهجن العاصفة في المركز الثاني، والمركز الثالث المركز الثالث طايش لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير، والمركز الرابع هناك لهجن رئاسة مستحيل لهجن الرئاسة، والمركز الخامس يصل دسمان لهجن العاصفة. هذه الأسماء، هنا التحديات، هنا الإثارة مع هذه الانطلاقة المتميزة التي صارت تحمل هذه الأسماء وهذه التميزات في هذا الشوط المثير. ما شاء الله الشداد الرمز الثاني للشعار الأحمر، الخطر يواصل انطلاقاته، يواصل المستحيل تقديم أسمائي المتميزة في هذا الشوط وفي هذا المسار. التوقيت هنا يحمل هذه الانطلاقة، يحمل هذه البداية، هو التوقيت الأفضل الذي تسجل هنا 7 دقائق 15 ثانية، 5 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة، تهانينا راشد بن محمد بسم المنصوري فوز سرمد بهذا الشوط، بينما المركز الثاني كفو أيضا تهانينا لهجن العاصفة وإلى الواثق حمد بن راشد بن غدير 7 دقائق 17 ثانية وجزء واحد من الثانية. والمركز الثالث طار في هذا التحدي وصول الطائش في المركز الثالث، أيضا تهانينا والناموس لهجن العاصفة، تهانينا إلى حمد بن راشد بن غدير في وصول أيضا أكيد بتوقيت زمني 7 دقائق وصلت فيه هذه الانطلاقات والتحديات و28 ثانية و5 من الأجزاء من الثانية. الشداد ينتهي، شوط الجعدان ينتهي، وتبدأ الآن في هذه اللحظة أشواط الرموز الخاصة بالمحليات. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام أينما كنتم، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نحييكم من هنا من ميدان الوثبة في هذا الختامي الكبير، في هذا الحضور الكبير والتواجد لشعارات أصحاب السمو وسعادة الشيوخ في انطلاقة جاءت قبل قليل حاملة تحديا جديد، رمزا آخرا يلوح في الأفق القريب، كأس البكار المحليات الأصايل.